شرفتني استاذ شعبان، جايلنا من المنيا مخصوص النهارده، عنده مشكله من 2016 صح يا باشا، مش عارفين نوصل لحل، ماشي على كميه مضادات التهاب وتشخيصه دايما التهابات فقط يعني. فاحنا نشوف دلوقتي مشية حضرتك. ده تيبس مفصلي انكلوسيز. كانك بتنفخ شرعه. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بتقول في تحسن شويه؟ في ايه بالظبط؟ في ايه تحسن؟ يعني كان في الاول ممشي كده حاسس ان في حاجه قافشه فيه. بس الحمد لله على فك شويه. اهم حاجه قيس لي الركبه دلوقتي، قول لي اخبار الركبه ايه دلوقتي برضو؟ كده 100 100. كده 100 100؟ تمام، يعني في تحسن احسن من غير حجامه ومن غير حاجه، عملنا لها تقويم بس لان هو المفصل ما كانش مظبوط بس شو. من 2016. 2016 بقى 7 سنين. سبع سنين متواصلين، لما اخد في علاج وغشيم وبتاع مسكن معايا وخلاص. بس الحمد لله انا حاليا دلوقتي يعني 70%. ما شاء الله ما شاء الله، محافظ على التحسن وربا الحمد لله احسن. الحمد لله احسن من كتير ربا. تمام. ما تنساش التوصيه والاعشاب اللي احنا قلنا عليها. مشكله مرض التيبس المفصلي اللي هو الانكلوسز ده حاجه مرهقه جدا الصراحه. شرفتني يا استاذ شعبان، رجاله المنيا حبيبي حبيبي.